طالع ما كانوش يخرجوها. شحال عندها في العمر؟ 18 سنة. هذا هو المولود ديالها؟ هذا هو المولود ديالها، راه الوليد عايش واخا تزاد ضعيف وداك الشيء. قالت لي يا عمتي ملي دخلت عندها قالت لي يا عمتي راه الوليد صغيور. قلت لها واخا صغيور دابا يغلط ماشي مشكل الدري باش ما ديش بالها معاه. وتكيت عليها بزاف مسكينه وقعدت راسها هكا مسكينه وباسني. عمتي قالت لي قلت لها ما تخلعيش. قالت لي يلا صافي ما بقاش نتخلي صافي تفكيت. وقيتها عاديه متكيه على ظهرها مسكينه بنيتي النور كيضرب عليها هكا كدير. هي ايه من الجمال. وبنت الاخر مسكينه بنيتي وماتت شهيده. وهذا هو اللي كاين اختي. شحال دابا باش حصات السبيطار؟ السبيطار جبنا نهار الجمعه. اه جبتها هي راه شي 12 يوم وهي كتجيب امها مسكينه كتمشي معاها وتجي معاها كيديروا لها السماطي. قال لها الطبيب ديري السماطي ديري هذه ديري كل نهار مسكينه كتجي. حتى الاخر قال لها صافي دابا وصل الوقت ديالها خصني نفتح لها هبط لها الطونسيو وداك الشيء غنفتح لها. فتح ليها وعادي يعني ما وقعت حتى شي حاجه ما كاين لا موراجي لا والو. جيت عندها فتحت الجمعه في الصباح جيت عندها انا مع الوحده جبت لهم الكسكسو الماء وداك الشيء تغداو ودخلت عندها شتها مسكينه شتها عاديه. اليوم دنيا وغدا اخره شتها عاديه بنيتي. من حد خرجوها؟ هي هذيك الغد عيطنا على امها البارح عيطت بنتي على امها قالت لها كيبقى تسلمى قالت لها شويه انا قالت لها قطعي راني كنبدل ليها. بدلت ليها مسكينه امها هي ديك ملي خرجت عيطت لها قالت لها كيبقى تسلمى قالت لها شويه. ها هي ولاو خرجوها راه مع الصباح قالت لك كتهضر. قالت لك هضرات المراه كتعاود ليا قالت لي راه مصيفطه لي اوديو راه هذيك المراه مولات الشد قالت صيفطت لي اوديو مع 12 قالت لك كتهضر معاها ما عرفتش شنو قالت لها. صافي ملي جاتها مسكينه الغيبوبه كاينه مرت عمها جاتها الغيبوبه جابوها للسبيطار. ملي جابوها للسبيطار دخلوهم كان موتها ولا الله اعلم بها. انا في هذه اللحظه ما شفت والو. دخلت سوق على المهم وخرجت نهار ثلاث ايام السبت البارح خرجت السبت نهار السبت خرجت السبت خرجت ديالها وديال ميتها وديال العائله وديالكم انتوما مزيان اخويا. حنا كنشوفوا دابا كنشوفوا دابا كلشي مصدوم اخويا حتى واحد ما بقى على خير اخويا. كان عندها حتى شي اعراض والو صحيحه صحيحه خويا ما عندها حتى اعراض ما عندها صحيحه لابس عليها. ولكن كانت كتعاني من الطونسيون غير في الولاده ملي بغات تولد اختي طلع لها الطونسيون غير في الولاده اختي صافي في الولاده ما كتعاني ولدت عادي اختي عادي مشات فرحانه بوليدها باقا في الحياه باقا في الحياه باقا في الحياه الله يرحمها مسكينه. صدمنا صدمه خايبه الدريه باقا صغيره وعاد با اللي خلق اول ولده اول ولده انا ما نعرفها هي فين مجوجه ولا والو كنعرفها عمتها وليدي حداها عندها 18 عام واول ما تجوجتها بنت 15 عام وهو تابعها مسكين تتزوج بها فهم عاد تتزوج معاه راجل مزيان والله عمرها دار ما مخسر لا والو وين يوفى العمر اللي جا ديالها وفاس قالت لها العمر وفاس السبه جات عليك البير الله يكونها من الجنه وليدي الله يكونها من الجنه.